احكي لنا بقى كابتن ربيع عن الصور الجميله دي، لكل صوره لها ذكرى حلوه مع كابتن ربيع. احكي لنا بقى قصه كل صوره. دي اول صوره كابتن اسامه دي في امريكا في اولمبياد لوس انجلوس. كان معانا قائد كبير جدا وكابتن كبير طبعا، حاجه جميله جدا، كابتن محمود الخطيب. فالصوره دي واحنا كنا يعني بيبقى عندنا يوم فري بنخرج نفسع وبتاع، فهو كقائد كبير واخ طبعا للجميع، وحاجه انا بعتز بيها جدا جدا. في يوم الايام كنت مع كابتن كبير وقائد كبير اسمه كابتن محمود الخطيب عبوب، النجم بقى طبعا، نجم في الكوره كبير جدا. وكنت انا وكابتن خطيب وكابتن مجدي عبد الله. دي صوره كابتن اسامه انا بعتز بيها جدا طبعا في امريكا، ومن الحاجات الكويسه، فصوره بعتز بيها جدا يعني. دي صوره برضه انا بعتز بيها، ده في اول تجمع علينا في منتخب مصر في بدايه مشوارنا لكاس العالم. دي بعتز بيها كابتن اسامه، كنا بنصلي مع بعضينا، كان كابتن جوالي، كابتن حازم، كابتن بصري، حازم كرم الله يرحمه. دي صوره انا بعتز بيها جدا جدا، دي بدايه المشوار. خلصت يعني، دي اول يوم في المعسكر، اول يوم في المعسكر ابتديتوها بالصلاه بالصلاه قبل التمرين. فدي ما انساهاش، لو تلاحظ الزيو على مصر بحياتك. فالصوره طبعا بعتز بيها جدا. قبل ما نروح للصوره الثانيه كابتن ربيع، كانت كواليس كابتن ربيع ايه قبل كل مباراه؟ طبعا انت عارف يعني ليك عادات كده دايما. طبعا بص، انا احب الهدوء، وبحب التركيز جدا، واحب الراحه، وما احبش حد يشغلني. لما يكون عندي تمرين او عندي بستعد لحاجه بحب افرغ نفسي تماما، وبنسى اي حاجه غير ربنا سبحانه وتعالى. بحب ان انا صلاتي، ودايما ببقى قراني طبعا، ده مهم جدا عشان برضو ده بيدي حاجات دفعات كويسه جدا طبعا، مفيش كلام يعني ربنا. وفي نفس الوقت ما بحبش حاجه تشغلني خالص، وبقفل على نفسي كويس قوي. ده عاداتي وتقاليدي قبل اي مباراه. تمام. الصوره اللي بعد كده دي طبعا كاس افريقيا 82. بعتز بيها جدا، لان دي اول بطوله افريقيه للنادي الاهلي، واتصورت فيها. دي اول بطوله افريقيه 82، ده كاس افريقيا 82. صوره طبعا ما انساهاش وبعتز بيها جدا، وبطوله اعتقد انها غاليه للاعيبه وللجمهور وللاداره والكيان نفسه. انتوا اللي قصيتوا شريط البطولات بالنسبه للنادي بعد كده بفضل الله سبحانه وتعالى. فدي صوره ما انساهاش. ده برضو كاس افريقيا، ده كاس افريقيا برضو، واحنا وانا في الطياره بعتز بيها 82 برضو. لا مش دي 82، انما ده تقريبا الكاس الابطال الكوس اللي بعد كده. ده 84 85 86 كده. ان ده كاس ده بعد اللي مكتوب حتى بعد الاحتفاظ بكاس، ده كانت ثالث كاس ابطال كاس، فبعتز بيها طبعا مفيش كلام. صوره يعني بكاس وللنادي، دي حاجه طبعا انا اهتم بيها. فادي دي الصور طبعا دي بفضل الله تعالى ما انساهاش. كلها كوز بفضل الله تعالى يعني، كانت بطولات بنعتز بيها. ودي صوره في افريقيا، انا وحشيش ومجدي كنا بقى مسافرين وقاعدين في المطار بننتظر الطياره. انا بس عايز فيه هنا يعني، لفت نظري في ظهر الصوره واحد كاتب الجوهره السمراء في النادي الاهلي كابتن ربيع ياسين، وكاتب لك من زملكاوي. دي حقيقة الى لاعب كبير اهلاوي، يعني اللي اداك الصوره دي واحد زملكاوي. انت عارف يا سماء، الصور دي احنا مصورينها، هم اللي كانوا بيدوهالنا. يعني عندي البوم كده لقيته دلوقتي، واحد بيجي لي قال لي مثلا قدام النادي الاهلي يقول لي انا بحبك وتفضل يا كابتن البوم. هو اللي بيعمل. احنا ما كناش، كانت الامور بسيطه وسهله وصعبه، ما كانش فيه الامكانيات دي كلها. فكانت الناس من حبهم للقدرات وللنجوم تجيب لهم صور وتصورهم. كانت علاقتكم ببعض، كانت اهلي وزمالك واسماعيلي وكل في المعسكرات كمان علاقه جيده. دي حياه وسام، كنا بنروح الانديه وهنا ويجولنا، وحب وترابط وجمال وزي الفل، مفيش حاجه خالص. الصوره اللي بعد كده ده كاس مصر ولا كاس افريقيا؟ لا دي احنا في كاس برضو. انا ومجدي وحشيش كنا في المطار قاعدين، ان احنا بقى منتظرين دور المطار والطياره، واخد بالك، فبناخد راحتنا. بص الزي بتاعنا، بص خد بالك كوتشات، بص التعب. حاجه جميله جدا يعني. جميلة. طبعا. دي بقى برضو صوره انا بعتز بيها جدا. مع الكابتن ابراهيم يوسف الله يرحمه في المنتخب. كان عندنا ماتش في استاد القاهره بالك، وكسبناه بفضل الله تعالى، وصوره بنستعد بيها قبل المباراه. دي منتخب مصر ما شاء الله، كمان شاف شكل الجمهور في استاد القاهره. كان مفيش مكان في الثمانينات يا سما، كان الجمهور بيملى الملعب. النهار مثلا ان مفيش جمهور 60 70 الف، اتعودنا على كده. واحنا من غير دول يعني برضو كان بدون دفعات. وكناش نخاف، الثبات الانفعالي كان عند الاجيال القديمه كانت موهوبه بفضل الله. فطبعا صوره بعتز بيها مفيش كلام. كابتن ربيع ياسين لما بيقعد بقى كده، هو قاعد مع نفسه بيسترجع ذكريات الحلوه من بدايه بني سويف وهو لسه ناشئ صغير، لما انتقل للنادي الاهلي، تاريخه مع النادي الاهلي في كل البطولات الافريقيه والمحليه، وكمان التاريخ الكبير المشرف مع منتخب مصر وفي كل البطولات. مين الكابتن ربيع ياسين عايز يقول له شكرا؟ وكان صاحب فضل على الكابتن ربيع. الشكر لله الاول طبعا سبحانه وتعالى، ثم
الادارات اللي كانت موجوده في النادي الاهلي انا بعتز بيها واحترمها طبعا جدا جدا على رسول طبعا سياده الفريق المرتجي دي حقيقه، كابتن صالح سليم حقيقه، الكابتن حسن حمدي، الكابتن محمود الخطيب، كابتن كل الادارات اللي جت في تاريخ النادي الاهلي، كابتن محمود طاهر، كل الادارات، استاذ كمال حافظ لان هو كان تعب جدا معايا واجتهد واشتغل معايا واختارني بالك. الجمهور طبعا بس ما اقدرش اشكره جدا، الجمهور طول عمره في ظهر لعيبه النادي الاهلي لحد اخر لحظه. لو تلاحظ البطولات كلها النادي الاهلي جمهوره بيحسم بطولات يا وسام في الثانيه الاخيره في دقيقه، جمهور طبعا. اللعيبه اللي انا عصرتها، الاجيال اللي انا لعبت معاها، المدربين يا اسامه طبعا مفيش كلام، كل الناس كان ليها فضل كبير جدا، فما انساش ما اقدرش انسى الناس دي ابدا. الكيان طبعا اللي انا اتشرف ان انا كنت فيه لاعب في يوم من الايام فيه، فكل دول انا بشكرهم طبعا، ربنا ثم الجميع. وفي نفس الوقت يا رب ما اكون نسيت عم عبده بقاله الله يرحمه، ده له دور كبير جدا يا اسامه. فكل دول انا بشكرهم طبعا، ويا رب الاستمراريه للنادي الاهلي ودايما الكيان الكبير في المقدمه ومشرف الدنيا كلها باذن الله تعالى. واحنا النهارده جينا لك كابتن ربيع عشان نقول لحضرتك شكرا، شكرا على مسيره طويله ومسيره رائعه من الاخلاق والبطولات. الله يخليك يا استاذ، ما شاء الله كابتن ربيع سين تاريخ مشرف واحسن لاعب في مصر واحسن ظهير ايسر جه في تاريخ الكره المصريه. جينا لك النهارده علشان نرد لك جزء من الجميل ونقول لك شكرا. شكرا جزيلا، انا بشكرك وشرفتونا نورتونا وكل عام وانتم طيبين. يسعدنا دلوقتي وتسمح لنا دلوقتي نقدم لحضرتك درع قناه الاهلي على المشوار الرائع والطويل ده. ماشي، هشكرك يا استاذ، شكرا.